هذه طريقة الفكتور فيلد، راح نستخدمها بإكزامبل حتى نستنتج من عند الفكتور دايجرام، وبالنتيجة أقدر أشوف من التراجكتوريز الستيبلتي. فنبدأ إحنا بفيرست أوردر، أبسط الحالات. هذا السيستم اللي قدامكم اللي هو x dot equals f of x. f of x هي minus 4 plus x square اللي هو عبارة عن second order first order non-linear system. First order non-linear system. وإحنا المطلوب من عندنا الآن هو how to analyze its stability using phase diagram. الفيز دياجرام هنا راح نرسمه باستخدام الفكتور فيه. طبعا هذا السيستم f of x بما انه هو داله تربيعيه راح تطلع بارابولا. هذا الرسم هو رسم f of x مع x، تمام؟ وبما انه هاي الداله هي متزايده شو وقت لما تكون x تربيع اكبر من 4، فنلاحظ انه اذا يكون اكو راح تلاحظون انه هذه الداله متزايده بهذا الاتجاه، او هي يعني تكون f of x positive بهذا الاتجاه أو تتحرك بهذا الاتجاه. زين، حتى نستنتج الستيبلتي لهذا السيستم باستخدام الفيس دياجرام، فأكيد أنا لازم أوجد الإكوليبريوم بوينت اللي تحدد الستيبلتي. فأول شيء نسويه هو نوجد الإكوليبريوم بوينت. شلون نوجدها؟ إحنا عرفنا أنه إذا أردنا نوجد إكوليبريوم بوينت هي البوينت اللي تجعل x dot تساوي صفر. هاي البوينت اسميها XE، فأصفر هذه at XE حتى أطلع الإكوليبريوم بوينت. راح تطلع لي بالحقيقة هنا 2 إكوليبريوم بوينتس، هي ماينس 2 و2. طبعا هذا الشيء منطقي لأن السيستم نون لينير، مو مثل اللينير سيستم اللي عنده يونيك إكوليبريوم بوينت إن جنرال. فهذا السيستم نون لينير طلعت لي 2 إكوليبريوم بوينتس، فأنا شو أحتاج هسه؟ أحتاج أستنتج الستيبلتي around each equilibrium point عن طريق الفيس دايجرام. زين، شو راح نسوي هسه؟ هسه راح نرسم اللاين. أنا هسه عندي لاين واحد يمثل x axis واحد اللي هو ال x، لأن أنا عندي سيستم first order. على هذا اللاين راح أشوف اتجاهات الحركة حول xe1 و xe2. زين، هذا هو اللاين اللي تكلمنا عنه اللي يمثل الاكس اللي هي الستيت الوحيده بهذا السيستم لان هو فيرست اوردر. هذا اللاين هو الاكس من ماينس انفينيتي لانفينيتي. حددنا عليه الاكوليبريوم بوينت اللي هي ماينس 2 و2. زين، هسه ايش راح نسوي؟ راح نستفيد من الفكتور فيلد دايجرام او الفكتور دايجرام باستنتاج ال او بمعرفه الستيبلتي. زين، حتى نرسم الفكتور دايجرام نستخدم الريليشن شيب اللي حطيناه قبل شويه اللي هي تربط اللي هي تنطيني الفكتور او الفكتور الرابط بين تو بوينتس. البوينت اللي اشر عليها الفكتور اللي هو اف اوف اكس هي تساوي البوينت نقطه الانطلاق زائدا اف ات ذات بوينت. زين، هسه ايش راح نسوي؟ راح نستخدم هذه المعادله ونعوض مجموعه من النقاط نختارها. هذه النقاط اللي راح نختارها وين نختارها؟ نختارها حول كل equilibrium point. ليش؟ لان احنا نريد نعرف تصرف السيستم حول ال equilibrium point. هل هو stable unstable؟ هل الفكتورز او التراجكتوري فكتورز راح تكون متجهه باتجاه ال equilibrium او هاربه منها؟ زين، فاذا راح ناخذ نقاط. مثلا نختار نقطه P1 تساوي 1. هذا الواحد وين صاير؟ صاير هنا هاي بهذا المكان. طبعا هو صاير الى يسار x2 والى يمين عفوا الى يسار xe2 والى يمين xe1. فراح اشوف اذا اخترت نقطه هنا التراجكتوري وين راح يتجه او الفكتور لي وين راح يتجه. راح نعرف هذا الشيء عن طريق هاي الريليشن شيب. p2 تساوي p1 زائد f of P1. F of P1 يعني شنو؟ يعني F أعوض كل X مكانها P1 اللي هي 1، ويصير عندي ناقص 4 بلس 1 بيطلع ماينس 3، ف1 ناقص 3 يساوي ماينس 2. يعني شنو؟ يعني البوينت اللي اختاريتها at 1 اللي هي هنا وين راح تأشر؟ تأشر لي إلى ناقص 2. زين، وين صار ناقص 2 بهذا الاتجاه؟ يعني المتجه راح يكون هذا الاتجاه.
نجاح minus 2. زين ناخذ نقطة أخرى مثلا بهذا المكان، خلينا نشوف الفكتور وين متجه. حختار مثلا 4 أسميها P3. البوينت الجديدة اللي تأشر عليها هي P4، أيضا بنستخدم هذه P4 تساوي P3 plus F of P3، يعني عوض هنا 3 عفوا 4، 4 زائدا F of 4 يطلع لي الناتج 16. زين يعني إذا بديت بأربعة السهم وين يتجه؟ يتجه باتجاه بوينت اللي قيمتها 16، يعني بهذا الاتجاه. وهذا الشيء طبعا ينطبق على كل الاكس او كل البوينتس بهاي المنطقه اللي هي اكبر من 2، راح تكون جميعا متجهه بهذا الاتجاه، وهذا لانه اكيد الفكتورز ما راح تكون يعني متخالفه على نفس السايد من الاكوليبريوم بوينت. زين ناخذ نقطه اخرى بهذا المكان مثلا ماينس 3. ماينس 3 البوينت الجديده هنسميها بي 6 اللي هي P5 plus F of P5، يعني ناقص 3 زائد F، أعوض هنا ناقص 3 فأطلع 9 ناقص 4 5 والناتج 6. يعني من minus 3 إذا بديت راح أأشر باتجاه plus 6، يعني إذا أبدي بهذا من بهذا المكان راح أأشر باتجاه plus 6 اللي صار بهذا المكان، يعني الفكتر يكون شكله هالشكل. طيب وهذا الشيء إذا تجربون أكثر من نقطة بهذا بهاي المنطقة زين راح تكون جميع الفكتورز هي بحقيقة امتداد لهذا، وجميعا هي متجهة لوين؟ متجهة باتجاه هذه الإكوليبريوم بوينت. هذا الرسم هو الفيس لاين، لأن أنا عندي لاين واحد، لأن عندي ستيت واحدة، لأن هو فيرست أوردر. طبعا هذه الإكوليبريوم بوينت بس نحلل الستيبلتي، بما انه الاكوليبريوم بوينت هي اتراكتيف او انه الفيكتورز اراوند ار بوينتينج توارد ذس اكوليبريوم بوينت، معناتها انه هذه الاكوليبريوم بوينت هي ستيبل. ليش؟ لانه السيستم ويل كونفيرج تو ذا اكوليبريوم بوينت از تي تقترب من الانفينيتي. بالمناسبه هذا السهم ايش يعني؟ يعني انه الحركه هذه هي زيادة الزمن وإن كان ما موجود هنا. كل ما تقدمنا بالزمن شي يصير بالإكس، أوكي؟ أو وين تتجه الإكس؟ باتجاه يا مكان أو يا نقطة، تمام؟ فهذا معنى اتجاهات اسمه بالحقيقة بزيادة الزمن. إذا نرسمه بالتايم دومين راح يخلي إكس تتجه باتجاه معين، وهذا الاتجاه راح يكون باتجاه الإكوليبريوم بوينت، وات تي تقترب من إنفينيتي راح تكون إكس تساوي إكس إي 1 إذا بدينا بهذا المكان أو بهذا المكان. أما بالنسبة للنقطة الثانية، نلاحظ أنه كل أي مكان نبدي به حول هاي النقطة سواء كان على اليمين أو على اليسار بقيمة ولو كانت بسيطة، نلاحظ أنه الأكس تهرب من هاي الإكوليبريوم بوينت ولا تقترب منها نهائياً، يعني هذه النقطة ريبالسيف. زين هذه الإكوليبريوم بوينت بهاي الحالة اللي اي اكس تبدي اراوند ات ويل موف اواي، يعني الفكتور تبتعد عنها، تعتبر انستابل. ليش؟ لانه ما السيستم ما راح يقترب من عندها اذا بدا باي نقطه اراوند ات. فاذا كانت النقطه بهذا الشكل الاسهم مبتعد عنها نسميها انستابل نود. فاحنا لاحظنا انه هذا اللينير سيستم بالحقيقه كل اكوليبريوم بوينت تتصرف تنطيني ستابيليتي بروبرتي شكل، هنا انا ستيبل السيستم وهنا انا ستيبل. فاذا تلاحظون يعني هذا هو واحده من الكاركترستكس الخاصه باللينير سيستم، انه عندي تو اكوليبريوم بوينت كل واحده منها ستابيليتي بروبرتيز او التايب اوف ستابيليتي شكل. زين اذا احنا رسمنا الفيس لاين او الفيس دياجرام باستخدام الفكتور فيلد واستنتجنا الاستابيليتي من عنده. نيجي على اكزامبل اخر اللي هو سكند اوردر سيستم، ونشوف شلون نقدر نستنتج الفكتور فيلد قبل ما نستنتج الاستابيليتي. شلون نرسمه بالتو دايمنشن هذا الفكتور؟ طبعا
طبعا هذا السيستم اللي هو عبارة عن F1 وF2. F1 هي هذه وF2 هي X2. حتى نرسم الفكتور من أي نقطة مثلا بالبلين اللي هو هالمرة عندي 2 axes لـ X1 وX2، راح تكون النقطة أكيد بها إحداثيات 2 لـ X1 وX2. خلني ودي مثلا بواحد واحد، راح ناخذ الواحد واحد راح ينطلق منها سهم باتجاه النقطة الجديدة اللي هي P2. P2 اللي هي شو تساوي؟ تساوي P1 زائد F of P1، وF هي متكونة من شقين F1 وF2، وأنا أجي ألزم F1 وأعوض بها البوينت P1، وبعدين إيش راح يطلع لي؟ يطلع لي 2 في X1 اللي قيمتها 1، فيطلع 2 هنا، وكذلك أخذ F2 وأعوض بها P1 ويطلع لي 1، فـ 2 1. أجمع متجهات أو فيكتور هذا الشيء، إيش راح يطلع لي؟ يطلع لي 3 2، يعني المتجه راح يبدي من X11 يأشر أو يتجه باتجاه 3 2. هذا طبعا بهذا الربع من الـ state plane اللي هو جزء من الـ plane كامل، وهذا هو واحد من الـ vectors أو مجموعة الفكترات اللي هي ممكن أي نقطة أختارها بهذا الربع أو بأي مكان آخر من الـ plane تنطيني فكتر جديد. مجموعة الفكترات اللي راح تطلع هي تمثل لي فيلد من الفكترات بالحقيقة، مجموعة لا متناهية، لأنه عندي مجموعة لا متناهية من النقاط أقدر أبدي بها، فتنطيني مجموعة لا متناهية من الفكترز، وهذه الفكترز يطلق عليها الفكتر فيلد دايجرام. بالسكند أوردر نقدر من عنده أيضا نستنتج الفيس تراجكتوريز. طبعا مو مثل الفيرست اوردر كان عباره عن فيكتور اعتيادي التراجكتوري، هالمره راح يكون تراجكتوري كيرف، يعني الاشكال تعتمد على اف اوف اكس. على سبيل المثال هذا الفيكتور دياجرام لسيستم معين رسمنا. شوفوا هذه الاسهم هي عباره عن الفكترز from different points، يعني إذا نبدي بهاي النقطة اللي يطلع لي الفكتر متجه باتجاه النقطة اللي هي P2 هنا، إذا نبدي هنا يطلع متجه بهذا الاتجاه وهكذا. هنا أخذنا مجموعة من النقاط المختلفة بالبلين اللي هو X1 وX2، طبعا X2 من minus 6 إلى 6 وX1 من minus 5 إلى 5، وبالنتيجة عندي يعني منطقة كبيرة إلى حد ما، وتطلع لي بها الفكتر فيلد باتجاهات مختلفة. زين، واحد ممكن يقول ليش كلها نفس الطول؟ طبعا الـ length of an arrow يعني أو الفكتر هذا هو بالتأكيد أولى يعتمد على قانون المسافة بين النقطتين اللي هي الـ x axis تربيع والـ y axis plus الـ y axis تربيع، يعني أنا داعشي عن الفكتر f of x وإحداثياته اللي هي f1 وf2، فطول الفكتر يتناسب مع هاي الكمية. زين، بس احنا for convenience حتى لان احنا ما يهمنا طول الفكتر، احنا يهمنا وين دي يأشر، يعني انا مو بالضرورة ارسم الفكتر الى النقطة اللي هو دي يأشر عليها بالتحديد، بس اخلي ممتد باتجاهها، يعني اذا امده ينتهي باتجاهها، لانه اللي يهمني هو الاتجاهات بالحقيقة. فاحنا راح نرسم الفكترز باطوال متقاربة حتى تكون الصورة عندنا واضحة للاتجاهات بشكل عام أو للفيلد بشكل عام. هذا راح يكون شيء متفق عليه، وهذا الشيء اللي راح تلاحظوه إذا ترسمون الفكتور فيلد لأي سيستم. زين، طبعاً الفكتور فيلد at a point أي نقطة هنا إذا أريد أشوفها راح ألاحظ أنه أي فيس تراجكتوري ينرسم راح يكون تانجنت لهذا، او الفكتور فيلد راح يكون تانجنت للتراجكتوري بهذه النقطه. هو هذا الشيء اللي راح نستفيد من عنده حتى نستنتج الفيس تراجكتوري. يعني شنو؟ يعني على سبيل المثال عندي هو نفس هذا السيستم اللي هو فريكشنليس بندلم. اذا هذا السيستم هو الفكتور فيلد له هو هذا. زين، طبعا احنا اذا نقدر نستنتج الفيس تراجكتوريز من خلال الفكتور فيلد، اذا عرفنا انه كل نقطه يمر بها التراجكتوري هي او يمر النقطه اللي هي
ينطلق منها أو يمر بها الفكتور فيلد هي بالحقيقة تعتبر هذا الفكتور هو مماس لتراجكتوري بهاي النقطة. زين، على سبيل المثال إذا ردت أبدي بنقطة من نقطة أسميها XO، وهاي الـ XO هي إحداثيات الـ X1 of 0 و X2 of 0 مثلا، لنقول من ناقص 2 ناقص 1 ناقص 2 هنا مثلا، راح ألاحظ وأرسم تراجكتري، أبدي أرسم تراجكتري من هاي النقطة على شرط أن يكون مماس للفكتر القريب منه بهاي النقطة. زين، فأرسم خط بهذا الاتجاه وأتوقف. وين وصلت؟ إلى نقطة جديدة خلينا نسميها XA. XA وين وصلت؟ وصلت إلى فكتر آخر. أنا يعني هسه المفروض أكون مماس التراجكتري إذا أكمله لهذا الفكتر، وأوصل أوصل أوصل التراجكتري باتجاه الفكترز الموجودة. يعني هذه كأنه بدها تنطيني اتجاهات الحركة. إذا بديت قريب من هذه الفكترز راح يكون التراجكتري مماس إله. زين، إذا إحنا نقدر إذا carefully and we choose consecutive points هنا راح نقدر نستنتج التراجكتري الموجود بالمنطقة اللي نريدها، نقدر نرسمه ولو بشكل sketch. مثلا إذا بديت بهذا المكان راح ألاحظ إنه التراجكتري راح يمشي بشكل مماس بكل هذه الفكتورز، راح نبدي بهذا الاتجاه، يكون التراجكتري متجه نحو الأعلى بشكل مماسي إلى أن نوصل لهذه المنطقة. شوفوا الفكتور يأشر نحو اليمين، إذا الكيرف يكون متجه بهذا الاتجاه نحو الأسفل مثل ما تشوفون، فيكمل إلى أن يرجع لنفس النقطة. وهذا الشيء نستنتج استنتجنا انه التراجكتري اللي رسمناه من هاي الانيشال بوينت او من اي نقطه اذا بديناها راح نلقى نفسنا او يكون السولوشن على شكل اليبس. وهذا الشيء ايضا اذا تحاولون ترسمون التراجكتري اللي بادي بهذا المكان او اي مكان او اي نقطه بهاي المنطقه راح تشوفون انذر اليبس. طبعا هاي الاليبسس بالمناسبه والتراجكتريز ما تتقاطع ابدا. ليش؟ لانه احنا نفترض يونيك سولوشن، واليونيك سولوشن راح ينطي نقطه يعني نقاط مختلفه، يعني كل تراجكتري يمر بنقاط ما تتقاطع ويا نقاط اخرى الا بالإكوليبريوم بوينت. زين، طبعا هذا شو يعني هذا الكلوز تراجكتري؟ هسه انا من طلع لي شو اقدر استنتج من عنده؟ هذا الكلوز تراجكتري مثل ما عرفنا بالمحاضره اللي فاتت يعني لي انه اكو بيريودك سولوشن. اهنا من يصير عندكم كلوز تراجكتري عرفوا انه عندنا بيريودك سولوشن بهاي المنطقه. يعني شنو؟ يعني عندي سستيند اوسيليشن بهاي المنطقه. اوكي، زين، فالسستيند اوسيليشن ايش تعني؟ اذا يعني هاي المنطقه تشبه سيستم لينير البولز على الايماجين. إذا أنا هسه قدرت آخذ فكرة أولية عن الاستيبلتي بهذا المكان، أوكي؟ رغم إنه طبعاً السيستم هو نون لينير، فأنا دا أحكي على منطقة معينة ما أقدر أعمم، يعني أنا ما دا أقول كل السيستم سستيند أوسيليشن أو بيبريودك بكل مكان، أنا دا أحكي بس على هاي المنطقة، أوكي؟ أراوند ذيس طبعاً هنا إكوليبريوم بوينت اللي هي الصفر صفر.